إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثيل له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمدا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وخليله من بعثه الله رحمة للعالمين فصل يا ربنا وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي العظيم والرسول السيد السند الكريم سيدنا ومولانا وقائدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصي نفسي أولاً ثم أوصيكم بتقوى الله رب العالمين بأداء ما أوجب الله وباجتناب ما حرم الله بصفاء السريرة وصفاء المعاملة يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أحبابنا الكرام إخوة الإيمان والإسلام ماذا عسانا أن نقول من القول السديد في يوم مولد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فيا سيدي يا رسول الله أيها الفخم المفخم والنبي المعظم والحبيب المكرم ماذا عسانا أن نقول في يوم مولدك يا سيدي يا رسول الله وأنت كنت الذي تصوم في يوم مولدك فقد سئلت عن صوم يوم الاثنين فقلت ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه فيا سيدي يا رسول الله أنت سيد المتواضعين في ذكرى ولادتك يذكر تواضعك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم ويا حبيب المؤمنين
نحن نرى في عمل مولدك سببا لنشر هذا الحب بين الناس ليتعلقوا بك وبجمالك ووصفك وهيئتك وقولك وفعلك يا عظيم الجاه. نعد عملنا هذا من أفضل الأعمال بالتدليل على هذه المحبة لمن جاء منقذا للناس من ظلم العبادة لغير الله بدعوتهم إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي لا شريك له. في يوم مولدك يا سيدي يا رسول الله نذكر الناس بأمور عظيمة، فيجتمع المسلمون في أقاصي المعمورة في 12 من شهر ربيع الأول بكل لغاتهم ولهجاتهم وألوانهم فرحاً بولادتك يا سيدي يا رسول الله، وشكراً لله على بروز هذا النبي العظيم لهذه الدنيا. في عمل المولد يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر نسبه وانتماؤه العربي، ويذكر كذلك أسماء أولاده، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب الذي ليس بعده أحد. أحبابنا الكرام، إخوة الإيمان والإسلام، كل هذا يذكر في يوم ولادة سيدنا رسول الله. ففي قراءة سيرة حبيبنا رسول الله تعليم للأمة كيف يكون التمسك بدين الإسلام، كيف يكون التمسك بنهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحتفل جميعا بمولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه المزايا ولغيرها، حبا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلمون يحتفلون بذكرى ولادة رسول الله ليس فقط في هذا البلد وليس فقط في عصرنا هذا، بل منذ مئات من السنين. هذا كتاب يقال له الحاوي للفتاوى لأحد حفاظ الحديث، وهو الحافظ السيوطي، توفي قبل 500 سنة من يومنا هذا. في هذا الكتاب ضمنه رسالة أسماها حسن المقصد في عمل المولد. حسن المقصد في عمل المولد، أقرأ شيئا منها ليتعلم أهل السنة والجماعة وطلاب العلم ومن يريد أن يعرف الحكم الشرعي في حكم الاحتفال بمولد حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع، وهل هو محمود أو مذموم، وهل يساب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس
وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري ابن زين الدين علي ابن بكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد وكان له آثار حسنة وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. قال ابن كثير في تاريخه: كان يعمل المولد الشريف في ربيع الأول ويحتفل به احتفالا هائلا وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب بن دحية مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير. انتهى ما أردت أن أنقله بحروفه من كلام الحافظ السيوطي. وعلى هذا أهل المذاهب الأربعة من شافعية ومالكية وحنابلة وكذلك كل أهل السنة والجماعة بشتى أقطاع الأرض كل على هذا الأمر، لا يوجد بينهم اختلاف، لأن المقصود من عمل المولد الشريف أن يجتمع الناس على قراءة القرآن وسماع شيء من سيرة رسول الله ثم يوزع عليهم الطعام أو الحلويات، كل هذا فرحا بولادة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا معدود من البدع الحسنة، لأن البدعة في الدين تنقسم إلى قسمين، كما جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل بها بعده لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها، ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيء. رواه مسلم في الصحيح. وهذا إمامنا الشافعي رضي الله عنه من علماء السلف الصالح قبل 1200 سنة تقريبا، أحد كبار علماء أهل السنة والجماعة، من علماء السلف الصالح، أحد الأئمة المجتهدين. يقول كما نقل ذلك عنه الحافظ أبو نعيم الأصبهاني في كتابه حلية الأولياء الجزء التاسع في الصحيفة 113، أقرأ بالحرف ما هو مكتوب في هذا الكتاب الذي ألفه الحافظ أبو نعيم قبل 1000 سنة تقريبا. قال: سمعت محمد بن إدريس الشافعية يقول: البدعة بدعتان،
بدعة محمودة وبدعة مذمومة، فما وافق السنة فهو محمود، وما خالف السنة فهو مذموم. واحتج بقول عمر بن الخطاب في قيام رمضان: نعمة البدعة هذه. هذا ما قاله الإمام الشافعي وعليه سائر أئمة أهل السنة والجماعة، احتجاجا بقول سيدنا عمر رضي الله عنه حين جمع الناس في رمضان في صلاة التراويح خلف إمام واحد ثم قال: نعم البدعة هذه. رواه الإمام البخاري في الصحيح. وإلى من يريد أن يتعلم العلم من أهل العلم وأن يميز بين الحق والباطل، إن جاءك من يقول لك: أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وكل بدعة ضلالة؟ فالجواب: بلى، قال ذلك سيدي رسول الله، ولكن أحاديث رسول الله لا تتعارض. أحاديث رسول الله بوحي من الله، كلام محمد رسول الله لا يتعارض. فعلينا أن نفهم هذا الحديث كما فهمه الصحابة ومن تبعهم بإحسان. نعم، هذا الحديث لا يعارض قول رسول الله: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. لذلك الفاروق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يعرف هذا الحديث، يعرف قول النبي: وكل بدعة ضلالة. ومع ذلك لما جمع الناس في صلاة التراويح خلف إمام واحد قال: نعم البدعة هذه. الإمام الشافعي يعرف هذا الحديث وقال مع ذلك: البدعة بدعتان، لأن حديث النبي وكل بدعة ضلالة المقصود به بدع الضلالة، كل بدعة تخالف الدين فهي ضلالة. كل هنا مخصصة بمعنى أغلب البدع، ولا يراد بذلك الشمول، كما قال ذلك الحافظ الفقيه النووي في كتابه شرح صحيح مسلم، وأنا أحمله. وهذا العالم المشهور صاحب كتاب رياض الصالحين توفي قبل 700 سنة بل أكثر، يقول في هذا الكتاب في المجلد الثالث في الصحيفة 154: قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص والمراد غالب البدع. ثم أتبع ذلك بتقسيم البدعة إلى أقسام. على هذا أهل العلم، كل أهل السنة على هذا، كل هؤلاء العلماء وما ذكرنا إلا القليل وأمثالهم كثير على هذا التقسيم للبدعة، كما جاء بذلك كتب الفقه وكتب الحديث وكتب التاريخ، حتى علماء اللغة العربية ذكروا أمثال ذلك. كل هذه المعلومات لا بد أن تكون عند طالب العلم، فإذا جاءه مشوش ومشوش فما عليه إلا أن يبين له برفق بحكمة هذه الأدلة، يقال له: هؤلاء العلماء كلهم على هذا، ولم يمنع ولم يحرم عمل المولد النبوي الشريف إلا فئة قليلة شاذة ظهرت قبل 200 سنة، أما هؤلاء العلماء قبلهم بزمان. وعلى هذا إلى يومنا أهل السنة والجماعة
أسأل الله أن يثبتنا على الحق وأن يكرمنا بالثبات عليه إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد سيد البشر وفخر ربيعة ومضر من انشق له القمر وسعى إلى خدمته الشجر صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله رب العالمين وبالسير على نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر والعلن. يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا بأن الله تعالى أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة والسلام على نبيه المصطفى الكريم، فقال ربنا وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا رب العالمين. فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم يا رب السماوات والأراضين لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لا يحويك مكان ولا يجري عليك زمان. استجب دعاءنا يا ربنا بحق محمد والقرآن العظيم. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا، وألف بين قلوبنا واطرد الشيطان من بيننا، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا يا رب العالمين. وحد صفوفنا واجمع شملنا وارفع رايتنا وانصرنا على عدوك عدو هذا الدين. اللهم من أراد بالمسلمين خيرا فوفقه إلى كل خير، ومن أراد بهم غير ذلك فخذه عنا أخذ عزيز مقتدر. اللهم يا رب العالمين إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة أن تلطف بالمسلمين. اللهم الطف بالمسلمين في سوريا، اللهم الطف بالمسلمين في لبنان وفي مصر وفي العراق وفي أفغانستان
وفي بورما وحيثما كانوا يا رب العالمين. ضاقت حيلتنا وكسر البلاء علينا، فلا ملجأ لنا إلا إليك، إنا تبنا إليك، فارفع البلاء والوباء عنا يا رب العالمين، وعجل لنا بالفرج القريب وبالنصر المبين، بحرمة سيدنا محمد الأمين. اللهم واغفر لمن حضر خطبتنا، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة.